السلام عليكم يا أحلى زهرات. في هذا الفيديو سوف أريكم ملابسي للعيد، لذا تابعوا الفيديو للأخير. متابعة ممتعة. في البيت لبست هذا اللباس التقليدي الذي يشبه الكراكو الجزائري نوعا ما، واسمه جبادور، مكون من قطعتين. القطعة العلوية للجبادور هي بهذا الشكل، ياقتها مفتوحة بهذه الطريقة. القطعة لونها أحمر ومطرزة بخيوط ذهبية ومزينة بأحجار، وهذا التزيين يشمل الصدر، اليدين، وأسفل القطعة، وحتى من الوراء وفي الوسط. في الوسط مزينة بأقفال نسميها نحن الزويتنات. أما من الوراء مزينة كما ذكرت في الأول، ولديها حزام رقيق ومفتوحة بفتحتين صغيرتين من الجوانب. أما بالنسبة للقطعة السفلية فهي عبارة عن سروال لونه يميل إلى الذهبي أو الأصفر، لديه حزام وجيبين. أما من جهة القدمين فهو مصنوع بهذه الطريقة باستعمال المطاط. لبست الجبادور مع هذا الحذاء ذو اللون الذهبي، يحتوي على قطع صغيرة حمراء وخضراء لا تظهر جيدا في الكاميرا أو في الصورة. يحتوي على كعب قصير بهذا الشكل. بالنسبة لملابس الخروج، لبست هذه العباية ذات القماش الخفيف، مكونة من لونان، اللون الأسود والبيج، ومزينة بالدونتيل في اليدين وفي الأسفل، وتغلق بسحاب مزين بهذا. أما بالنسبة للحقيبة فهي بهذا الشكل. أما بالنسبة للحذاء، لبست هذه الصندال بكعب لونها أسود مع ذهبي على وردي، كعبها عال. وسوف أترككم مع مقطع صغير لمشاهدة الحجاب جيدا.
شكرا على متابعتكم.